كنطلقوا معكم من كوترو كامينو. هاد الساعة هادي ديما معروفة الساعة ديال 8 كتكون واحد الحركة ديال السير والجولان غير عادية، لأن كلشي كيكون متسابق. كنطلبوا السلامة لجميع السائقين داخل مدينة العرائش، يعني فهاد الساعة هادي اللي كيكون شي الكل كيكون يعني اللي عنده شي غرض كيقضيه باش قبل الساعة 9 يبدا الحظر ديال الجوال، لأن الساعة 9 كيبدا الحظر ديال الجوال يعني منها الخروج للشارع العام بدون سند قانوني. كاين يعني كاين بزاف ديال السدود القضائية والسدود ديال الشرطة، يعني بدارجة البراجات داخل مدينة العرائش، يعني في الأحياء في الشوارع العامة. هذا البراجات اللي يعني كيسألوا جميع المواطنين، يعني لا الراجلين أو لا كيمتطيو السيارات أو لا الدرجة النارية ولا الهوائية، بعد الساعة 9 كيتم الإيقاف ديالك. إلا ما عندك شي واحد وثيقة باش خارج أو لا خارج لغرض ما، يعني مقنع كما كنسميو، يعني عندك شي حالة اضطرارية غادي لافارماسي أو لا غادي للسبيطار، يعني هذيك اللحظة هذيك يعني عندك مبرر. أما لو كنتي خارج عاد سالة هاد الظروف ديال كورونا اللي وقع الآن، وهاد قرار الحكومة ديال الحظر الجوال الليلي وقرار إغلاق المحلات في الساعة 8 والحظر الجوال الليلي في الساعة 9، هذاك عندك مشكلة ديك الساعة هذاك تقدر تحرر لك مخالفة، والمخالفة شوية قاصحة كتوصل حتى للسجن. الآن حنا شارع محمد الخامس أمام كبارة المصباحية، البرد قارس، البرد عندنا هنا في العرايش جميع المتتبعين ديال صفحة لاش أونفو، الجو بارد عندنا هاد 3 أيام بعد الهطول الأمطار الخير. ترى مدينة العرايش واحد تقريبا ساقع متلج شوية قاصح كما كنسميوه هاد بالعرايشية نورويستي تيمبو، التيمبو في جميع الأشكال. العرايش كترى في التيمبو في الناحية ديال البرد، التيمبو الناحية ديال البعجرة حديقة الأسود، يعني خد ديال السبوعة كما كنسميوه. هاد هو الأسدين باقي هنايا، الشوارع اللي كانت مظلمة كاملة الحمد لله تشعل فيها واحد البروجيكتورات. الآن هنايا أمام قصر البلدية ديال العرائش السابق اللي تحول الآن البشوية. من بعد المشاكل ضروري ساحة المسيرة. أحد المتابعين ديال لاش أونفو معنا، هذا كان واحد الشباك بين واحد السيدة في الممر الرجلين مع واحد أحد التاكسيات الصغار اللي ما احترمش الرجلين وكان باغي يعني يتجاوزها كما نقولوا ما طاش الحق ديالها باش أنها تدوز، ومن حقها هي تعبر لأن هي حقوق ديالها أنها وصلت الممر الرجلين ديالها تتقطع هي وليداتها. لكن واش فينا لاحظنا فيه بأنه السيد ما بغاش يطيح الطريق، هي مارست الحق ديالها بالطريقة ديالها هي. الآن في الرون بوان ديال ساحة ديال بمدينة، جميع المحلات مغلوقة، جميع المقاهي مشدودة، الكل شاد، كلشي شاد مع راسو، كلشي شاد الطريق للدارو، اللي عنده شي غرض باش يقضيه. انت القهوة الشهيرة ليكسوس مطرقة، كارابونيتا مطرقة، كلشي شاد. احنا الآن في ساحة التحرير، ساحة التحرير فيها بعد السكينة العريشية اللي باقي الآن كتستركل. شارع مولاي عبد الله كما قلنا شارع ديال حسن الثاني العرارة في الإنارة الحمد لله، بعد الانتفاضة اللي دارتها لاش أونفو اللي تطرقنا لهاد اللايفات اللي درناها بعد أزقة، الحمد لله جات الإضاءة.
ان شاء الله نطلعوا على شارع مولاي عبد الله باش ندخلوا لواحد الشارع ان شاء الله اللي عند الديوان ديال سليمة كروسيو عبر احياء ديال بومبيروس حي الليخيرو دار وكريم جامعة جديدة تنخرجوا الليخيرو ان شاء الله. الدورة الثانية حول المقلة حول الساحة تمكة اللي كنا كنقولوا لها واحد الوقت اللي ولاد العرائش راه كيعرفوا اللي ما هوتش المدينة وش الرون بوان ودار دورة فيها وما دار والو من تما عاد أراد باركو الانتيكو اللي بغا يتسالى. ندخلوا الآن شارع مولاي عبد الله باش نرصدوا القضية اللي قلنا ديال الضوء. ها هي يعني قبل أيام قليلة في واحد يومين ولا ثلاثة أيام باش دوزنا منها كان الشارع كامل بدون إضاءة. كان الحمد لله دار واحد البروجيكتورات ضبوا الشارع الآن بروجيكتور بحال اللي كيديروا في الملاعب ديال كرة القدم. هاد البروجيكتورات اللي داروا اللي عطاو واحد يعني ضاو للمدينة كنا كيشوف كلشي كيعزنا إذا شدوا المحلات كتولي الزقاب كتخوف حتى واحد ما يقدر يدوز. لكن دابا لا تبدل هاد البروجيكتورات اللي تثبتوا على المنازل. كاع ايوا شوفوا واخا عمر لاحظ هما مسكين في المنازل سخون. هاد البروجيكتورات اللي داروا بواحد الطريقة يعني بحال شغل الملاعب داروا هاد البروجيكتورات يعني عطاو واحد الضوء يعني بحال علينا في قهوة ديال الشوب هو الدار فيه قبلنا. اه واحد البروجيكتور دار اللي عطا واحد المنظر لهاد الساحة هادي اللي كانت هادي واحد اليومين كانت كاملة هاد يوم من بعد خرج الجو شوية صافي ما كانش الشتا مع يوم السبت كتعرف هاد المدينة كتعرف الاقتصادية كبيرة ديال الناس اليوم الآن بداو الرحلة ديالنا اللي غنشدو به الشارع ديال سليمة كروسيو السابقة. هاد السينما هادي التاريخية اللي كانت معروفة عندنا هنا من العرائش الأفلام الهندوية نعم شارع مولاي عبد الله مولاي محمد بن عبد الله لا عيط تلف لنا شارع محمد بن عبد الله نعم ها هو الشارع ديال سينما كروسيو التاريخية اللي مشهورة بالسينما الهندوية يعني قليل اللي ما يتذكرها شي اللي طلعت في هاد البناية هادي. بقى الان سينما وحده في مدينه العرائش هي سينما بمدينه تاريخيه اللي باقا كتقاوم يعني هذيك السينما هذيك جات بواحد الطريقه البنايه ديالها غير ما عرف كيفاش داروا لها باقا ما جيبوها شي ولكن الحمد لله بقات انها كمسرح متنافس مدينه العرائش. انا الان في الشارع ديال واحد لونج بو الطريق يعني دابا كنبقى تصاوب منطقة ديال الرون بوان ديال هاد الشارع هذا اللي كيمشي للبومبيروس شارع جامعة جديدة الشارع ديال ناباس ان شاء الله نشدو الشارع هذا ديال جامعة جديدة هاد الشارع اللي كيعرف دائما كيعرف يعني المرة يعني كيعرف كيعرف يعني جواد ديال الناس اللي كيتمشوا بزاف هنا الليخيرو جناب محسن كلشي كيدوز من الطريق هذه كما كتشوفوا في الصوره ان كلش المحلات مجدوده كلشي ملتزم بالقرار باقي بعض الساكنه اللي انت كتشوف باقي مدينه شويه عامره اليوم مع السبت باقي عامره شويه يعني كما كنقولوا الدوره ديال السبت اليوم كلشي عاود مدينه تسالى. نحن الان كنمروا حدا الزاويه مسجد الزاوية ديال خدا جامعة جديدة
ويا خويا عمر رياك مرحبا بك. هنا كل شيء عندنا مسرية في المدينة. حنا كنتساراو نتوما كتساراو معنا. الان دابا نوصلوا للساحة ديال جامع جديدة. الشارع ديال الماريستات، الشارع كيهبط بطل اخر، جامع جديدة هو هذا. المسجد التاريخي جامع جديدة. العرائش الحبيبة، إوا ختي عائشة لولا هاد كورونا كنت جيتو هاد السنة هادي تشوفونا، ولكن العرائش أون فور معاكم. حنا كنساليوكم بعد أجي تسالا معايا كل عشية. جولة ليلية، مرحبا بكم معنا. حنا الآن في منطقة ديال جامع جديدة، قرب من المنزل ديال الدار الوكريم كما كنسميوها، باش ندخلو الشارع ديال اللي كيدير الليخيرو. احياء لازالت مكسده هنا بالساكنه، لان الجو كانت الايام هذه واحد 4 ايام عرفت، يعني هذا 4 ايام كانت الشتي وتبارك الله عرفت مدينه العرائش، يعني كل مساء كتجي الشتا. الان كندخلوا المنطقه ديال الليخيرو، واليوم مع اخي الحمد لله الجو شويه كنهور شويه من مخا بارد مشمس كيشميشه وهاد الاشياء هادي صيفيه وقيله سبحان الله. هاد الاشياء هادي كيبان الجو انه دينا عمره شويه. داخل الليخيرو حتى هو باقي كيعاني بالقضيه ديال قلب الاضواء، قلب الاضاءه. هاد المسارية هادي اللي درناها معكم اليوم. الآن حنا في شارع الحي ديال الليخيرو، الحي الشهير اللي عطى النجوم في كرة القدم، يعني في الفن أي حاجة، يعني في كرة القدم عطى النجوم، عطى كرة القدم، عطى في الفن، عطى في الثقافة، في المسرح. يعني الحي الليخيرو معروف لا يقل عن أي حي في مدينة العرائش. الآن حنا وصلنا للمنطقة ديال خرجنا الآن المنطقة ديال الليخيرو حديقة. هنا تشدت واحد الحديقة اللي دارت هنا في المنطقة ديال الامبيكا، الحديقة اللي تابعة للليخيرو. نطلع معكم شويه لهاد الفوق باش نهوى هاد البات سادة، باش نهوى هاد الجولة هادي، يعني جولة خفيفة كما كنقولو دائما، جولة ليلية العرائشية دويرة خفيفة، اللي ما دارش دويرة خفيفة المدينة ما دار والو، معروفة عندنا. وسمحوا لنا لو قلت التصوير ضعيف شويه، نوليو واحد الحي ديال الليخيرو باش نهوى هاد سمحوا لنا على حساب الاضاءه ضعيفه في بعض الازقه في الشوارع، الشوارع العامه هي كتعطينا واحد الصوره ضعيفه شويه. كنديرو سيستم ديال اوتوماتيك باش يحفظكم مره مره كيف نصفي. الان باقيين في المنطقه ديال الليخيرو، تنخرجوا بحالنا للدار الوكريم، هذا منزل القصر القديم يعني في مدينه العرائش اللي مشهور بالدار الوكريم. كل شيء ملتزم بالتطراق. هنا ناديك ديال التيكواندو ديال جمعيه النور،
كلشي ملتزم بالشدان ديال المحل ديال الساعه 8 حضرت جوال بعد قليل. كنوصلوا منطقة ديال الرومبو اللي كيهبط لجنب وحسينة وشارع اللي كيجي ديال حمام السلامة.